أهلا بكم في صلت الرابعة، والبداية بأبرز ما تناولته الصحف والمواقع المحلية والعربية والعالمية. محليا، موقع اليمن نت يشير إلى انخفاض أعداد الضحايا المدنيين منذ بدء سريان الهدنة. عربيا، موقع الخليج أونلاين يتناول تأكيد المبعوث الأمريكي إلى اليمن على ضرورة إنهاء الحرب في البلاد. وموقع وكالة الأناضول يسرد إخفاقات وخروقات الهدنة الأممية في اليمن بعد شهر من انطلاقها. أهلا بكم. تناول موقع اليمن نت معلومات تفيد عن انخفاض عدد الضحايا المدنيين إلى النصف منذ سريان الهدنة في البلاد. جاء ذلك في بيان للمجلس النرويجي للاجئين بعد مرور شهر من دخول الهدنة حيز التنفيذ. وأوضح الموقع إلى أن الأرقام تشير إلى انخفاض عدد الضحايا المدنيين من 213 في شهر مارس إلى 95 خلال شهر أبريل. وأضاف بأن رئيسة المجلس النرويجي للاجئين ألمحت إلى أن الهدنة أنقذت العديد من العوائل من فقدان أفرادها وطالبت بتمديد الهدنة. وبحسب الموقع، فقد أكد المجلس على أن عدد ضحايا المدنيين بسبب الألغام والذخائر المتفجرة بقي كما هو أو ارتفع. وأشار الموقع إلى دعوة رئيسة المجلس النرويجي للاجئين إلى ضرورة إنهاء الحرب وإزالة الألغام ومخلفات الحرب. تحدث موقع الحرف 28 في تحليل مطول عن المقايضات الدولية بالملف اليمني في الحرب الروسية الأوكرانية. أشار الموقع إلى أن حصار الغرب على صادرات النفط الروسي سيزيد من التنافس على موقف الخليج الغني بالنفط. وبحسب الموقع، فقد استدعى الصراع في أوكرانيا وضع الملف اليمني على طاولة قمار بين طرفي اللعبة. وأضاف، على الرغم من سعي أمريكا إلى ضم الخليج إلى طرفها في حرب الطاقة على روسيا، إلى أن الخليج قدم شروطا لهذا الانضمام بما فيها مزيد من الدعم الأمريكي للخليج في اليمن. وأشار الموقع إلى أن الحكومة اليمنية تخشى من انقسام مجلس الأمن تجاه اليمن بسبب الحرب الروسية الأوكرانية بعد أن ظل الموقف موحدا لسنوات. وأضاف بأن الحكومة تخطي في ترك الرياض وأبو ظبي حرية التصرف في تحويل الملف اليمني ورقة للمساومة في أزمة دولية قد تؤثر سلبا على اليمن ومكتسباته. سلط موقع يمن شباب نت الضوء على معاناة النازحين في مديرية موزع بمحافظة تعز. جاء ذلك في ظل الصعوبات المتزايدة التي يواجهها النازحون في أكثر من محافظة، خصوصا في تعز التي تشهد حصارا منذ اندلاع الحرب. وفقا للموقع، فقد قدر رئيس الوحدة التنفيذية للنازحين في مديرية موزع صالح الروضي عدد النازحين في المديرية بما يزيد عن 2000 نازح نزحوا من مناطق مختلفة أهمها مقبنة والمعافر والحديدة. ويوضح الموقع بأن ظروف إيواء النازحين صعبة، حيث تنعدم فيها أبسط الخدمات وتفتقد إلى أبسط الاحتياجات الإنسانية، حيث يعيش معظمهم في بيوت مصنوعة من القش أو في مساكن حجرية صغيرة وبسيطة استحدثوها بأنفسهم في مواطن النزوح. تناول موقع الخليج أونلاين تصريحات المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيموثي ليندر كينغ التي أكد فيها على ضرورة إنهاء الحرب بالبناء على التطورات الأخيرة. جاء ذلك في مقابلة أجرتها معه قناة الحرة الأمريكية والتي اعتبر فيها الهدنة فرصة مثالية لتحقيق السلام. وأشار الموقع إلى تصريحات ليندر كينغ المتعلقة بإيران ودورها، حيث أكد أنها أججت الصراع قبل الهدنة ولم يحدث أي تغيير في تصرفاتها تجاه اليمن. وأضاف، على تأكيد الإدارة الأمريكية على التزامها. إذن مشاهدينا، جاء ذلك في مقابلة أجرتها معه قناة الحرة الأمريكية والتي اعتبر فيها الهدنة فرصة مثالية لتحقيق السلام.
وأشار الموقع إلى تصريحات ليندر كينغ المتعلقة بإيران ودورها، حيث أكد أنها أججت الصراع قبل الهدنة ولم يحدث أي تغيير في تصرفاتها تجاه اليمن. وأضاف على تأكيد الإدارة الأمريكية على التزامها بأمن السعودية والدفاع عنها، مشيرا إلى وجود 70,000 أمريكي يقيمون في السعودية و60,000 يقيمون في الإمارات. وبحسب الموقع فقد تحدث المبعوث عن إمكانية إعادة إدراج الحوثيين على لائحة المنظمات الإرهابية، بأن التركيز الآن منصب على الهدنة وما إذا كانت ستصمد حتى 2 يونيو، وأن الولايات المتحدة ستنظر بعدها في إمكانية تمديدها والبناء عليها لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار. رصدت وكالة الأناضول أبرز بنود اتفاق الهدنة بين الحكومة الشرعية والحوثيين وما تم إنجازه حتى الآن وما تعثر. ويشير الموقع إلى أن الهدنة الراهنة تزامنت مع مشاورات يمنية استضافتها الرياض بإشراف مجلس التعاون الخليجي وقاطعها الحوثيون. وبحسب الموقع فإن ثمة اتهامات متبادلة بخروقات لوقف القتال في جبهات مأرب وتعز والحديدة. وأشار الموقع إلى أن رحلات مطار صنعاء لم تستأنف حتى الآن بسبب العراقيل التي يضعها الحوثيون، وأضاف أن منافذ تعز لم تفتح رغم مضي شهر من التوقيع على الهدنة. وأعلنت القوات الحكومية وفقا للوكالة رصد 2473 خرقا ارتكبتها الجماعة في الشهر الأول للهدنة، بينما اتهمت الجماعة التحالف بأمور كثيرة من بينها احتجاز وتأخير وصول سفن المشتقات النفطية ومنع تسيير رحلات جوية من وإلى مطار صنعاء الدولي. وفي ختام برنامج السلطة الرابعة أترككم مع هذا الكاريكاتير كالعادة، إلى اللقاء.